باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اول المتاهلين لربع نهائي دوري الابطال. عرفنا اول فرقتين متاهلين من الثمانيه. باريس فاز على ريال سوسيداد في مباراه العوده وتاهل على حساب ريال سوسيداد، والناحيه الثانيه بايرن ميونخ فاز على لاتسيو الايطالي وتاهل على حساب لاتسيو. قبل ما ندخل في تفاصيل الماتشين، ارزع اللايك المتين وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان اي حاجه جديده توصلك على طول. يلا بينا على التفاصيل. باريس فاز ذهابا وايابا على ريال سوسيداد، وفي مباراه العوده قدموا مباراه قويه اقوى من مباراه الذهاب، وباريس لعب بره ارضه اقوى من جوه ارضه، وقدروا ان هم يفوزوا على ريال سوسيداد في اسبانيا 2-1 ويتأهلوا على حسابهم لربع النهائي. بعد فوز باريس سان جيرمان بالأمس، أصبح باريس أول فريق فرنسي يفوز ذهابا وإيابا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016-2017. مفيش فريق فرنسي قدر أنه يفوز ذهابا وإيابا في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، ولكن هذا الموسم وبالأمس باريس سان جيرمان كسر هذا الحاجز وقدر أنه يفوز ذهابا وإيابا في الأدوار الإقصائية كأول فريق فرنسي منذ موسم 2016-2017 يستطيع أنه يفوز ذهابا وإيابا في الأدوار الإقصائية. طيب، في العديد من الأرقام تم تحقيقها بالأمس فيما يتعلق بمبابي. بعد طبعا إحرازه هدفين بالأمس، قدر أنه هو يتخطى دروجبا ومحمد صلاح في عدد الأهداف المسجلة في دوري الأبطال. دروجبا وصلاح أحرزوا 44 هدف، ومبابي تخطاهم ب 45 هدف. وطبعا على مستوى هدافين دوري الابطال، مبابي واحد من هدافين الابطال، واحد من الهدافين التاريخيين لدوري الابطال. بتتكلم في سنه الصغير ده، لسه يعني ما عداش ال 25 سنه وقدر انه يكون من الهدافين التاريخيين للبطوله. اصبح في المركز ال 12 بالتساوي مع انزاجي واوزيبيو ب 46 هدف، ويفصلوا هدفين فقط عن الدخول لأفضل 10 هدافين في تاريخ دوري الأبطال. يعني فضله هدفين ويتساوى مع إبراهيموفيتش وتشيفتشينكو علشان يكون من أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري الأبطال في سن صغير، في سن 25 عام. أمان إمبابي أصبح أول لاعب يشارك في أكثر من 40 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم. شارك إمبابي بأكثر من 40 هدف في هذا الموسم في الدوريات الخمسة الكبرى عشان يكون أول لاعب يصل لأكثر من 40 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى في هذا الموسم. باريس قدم مباراة قوية بالأمس أمام ريال سوسيداد، وطبعا مبابي رغم الظروف المحيطة بيه ورغم المشاكل اللي موجودة مع إدارة النادي، ورغم أنه في ماتشات بيلعبها أساسي وماتشات بيبقى احتياطي وماتشات بيلعب أساسي وبعد كده بيتبدل، وشفنا المشكلة الأخيرة بعد ما تبدل بين الشوطين طلع قعد في المدرجات فوق وما عادش على دكة البدلاء. ففي مشاكل كتير محيطة بمبابي، لكن العقلية والاحترافية ويعني حدث ولا حرج عن مبابي وعن قدرته انه رغم المشاكل الكتيرة اللي موجودة لكن يعني بيقدم موسم قوي وبيقدم مباراة قوية بالامس امام ريال سوسيداد. فرق كتير مع باريس بالامس، احرز هدفين وقدم مباراة قوية جدا. ريال سوسيداد قدموا مباراة سيئة امبارح، اعتقد ان هم لعبوا بشكل افضل خارج ملعبهم امام باريس في حديقة الامراء امبارح في ملعبهم. ما كانش ليهم شكل وما كانش ليهم خطورة على المرمى اللهم الا الهدف اللي احرزوه، لكن على مستوى المباراة ككل ما قدموش مباراة مقنعة وما قدروش ان هم يتأهلوا وما قدروش ان هم كمان يلعبوا حتى كورة كويسة قدام باريس بالامس. على الناحية التانية باريس قدموا مباراة افضل من مباراة الذهاب وكان شكلهم افضل من الشكل اللي لعبوا بيه على ارضهم. لعبوا بره ارضهم بشكل افضل، انريكي ادار المباراة بشكل كويس، لعب بشكل واقعي وقدر ان هو يخطف التأهل ويفوز ذهابا وايابا. فيما يتعلق بالمباراة التانية وعلى الجانب الاخر، مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو، لاتسيو قدموا مباراة سيئة جدا، مفيش غير هجمة واحدة على المرمى خلال التسعين دقيقة. الهجمة اللي هي كانت تقريبا في الدقيقة 37 كانت كرة عرضية وما تمش استغلالها بالشكل الامثل، ويعني ما راحوش بولا هجمة على المرمى وما لهمش ولا تسديدة على المرمى خلال التسعين دقيقة، ودي اول مرة في اخر 20 موسم بالنسبة للاتسيو في دوري الابطال اول مرة ما يسددوش ولا تسديدة تحت الثلاث خشبات، يعني اون تارجت على المرمى ما بين القائمين والعرضة ما سددوش ولا تسديدة
على الثلاث خشبات خلال المباراة، ودي أول مرة من 20 سنة لاتسيو في دوري الأبطال ما يسددش تسديدة على المرمى في المباراة. لاتسيو وموريسيو ساري قدموا مباراة سيئة ولعبوا المباراة الأولى بشكل أفضل، لكن المباراة الثانية ما قدروش إن هم يعني يقدموا كرة كويسة قدام البايرن، وفي النهاية خرجوا والبايرن اتأهل على حسابهم. بايرن ميونخ مباراة أفضل نسبيا عن مباراة الذهاب، لكنها طبعا مش الأفضل بشكل عام، لأن الموسم كله يعني موسم متواضع جدا لتوماس توخيل وموسم متواضع للبايرن. توخيل رغم الفوز لكنه برضو أداء مش مقنع. فوز معنوي للبايرن يكملوا بيه الموسم بشكل أفضل، لكن على مستوى الأداء وعلى مستوى شكل الفرقة يعني الدنيا صعبة، وتوخيل بالشكل ده بنسبة كبيرة مش هيبقى موجود الموسم الجاي مع البايرن. ورغم الإنجازات اللي تم تحقيقها على مستوى التأهل لربع النهائي وعلى مستوى أن ده الموسم الخامس على التوالي اللي تأهلوا فيه الربع النهائي في دوري الأبطال، لكن على مستوى الأداء وعلى مستوى الشكل الدنيا مش أفضل حاجة، والبايرن لسه محتاجين أن هم يطوروا بشكل أكبر في الدوري وفي دوري الأبطال. دي ليخت عمل مباراة قوية جدا امبارح، عمل أسيست ولا أروع في الهدف الثاني، وقدم مباراة مميزة مع البايرن. كمان هاري كين سجل 34 هدف في 32 مباراة منذ قدومه من توتنهام للبايرن، لعب 32 مباراة مع البايرن سجل فيهم 34 هدف. مش بس كده، حقق أكتر من رقم امبارح بعد طبعا مشاركته وبعد إحرازه للأهداف بالأمس أمام لاتسيو، أصبح تاني لاعب يشارك في أكتر من 40 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم بعد مبابي. مبابي أول لاعب يشارك في أكتر من 40 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، تاني لاعب هاري كين أصبح تاني أكتر لاعب يشارك بأكتر من 40 هدف في هذا الموسم في الدوريات الخمسة الكبرى. توماس مولر أصبح أكبر لاعب يسجل لبايرن ميونخ في دوري الأبطال منذ إبريل 2013، بتتكلم في آخر واحد كان سنه كبير وسجل هدف للبايرن في دوري الأبطال، بيزارو اللي سجل في إبريل 2013، ساعتها كان عنده 34 سنة و 189 يوم. توماس مولر بالأمس سجل هدف للبايرن وأصبح أكبر لاعب يسجل منذ بيزارو في دوري الأبطال، وأصبح أكبر لاعب سنا يسجل للبايرن في مرحلة خروج المغلوب في دوري الأبطال. بشكل عام البايرن تأهل على حساب لاتسيو، وطبعا دي المرة الثالثة في تاريخ البايرن اللي يخسر فيها في مباراة الذهاب في دور الستاشر ويقدر انه في مباراة العودة يفوز ويتأهل. دي ثالث مرة تحصل، في المرتين اللي قبل كده خسروا في مباراة الذهاب في دور الستاشر وقدروا بعد كده في مباراة العودة ان هم يتأهلوا الربع النهائي، ودي المرة الثالثة اللي يخسروا فيها في الذهاب وفي العودة يقدروا ان هم يفوزوا ويتأهلوا لربع النهائي. البايرن وباريس أول المتأهلين لدور ربع النهائي في دوري الأبطال. النهاردة عندنا ماتشين مهمين، الريال ولايبزيج الألماني والسيتي وكوبنهاجن الدنماركي، عندنا فرقتين كمان هنعرفهم النهاردة من الثمان فرق اللي هيتأهلوا. هيبقى عندنا كده أربع فرق متأهلين. الأسبوع الجاي هينتهي دور الستاشر بشكل عام، فعرفنا أول فرقتين متأهلين، باريس استحق التأهل، البايرن يعني على المستوى اللي قدموه في مباراة العودة وعلى المستوى السيء اللي قدمه لاتسيو في مباراة العودة استحقوا التأهل واستحقوا ان هم يتأهلوا الربع النهائي على حساب لاتسيو. باريس والبايرن في ربع النهائي، يعني ده اللي كان متوقع من الاول وده اللي كان على الورق، انه باريس يتأهل على حساب ريال سوسيداد وان البايرن يتأهل على حساب لاتسيو، وقد كان. ورغم الظروف والمشاكل اللي موجودة في البايرن وباريس قدروا ان هم يتأهلوا لربع النهائي من دوري ابطال اوروبا.